المنصورة التي ينصرها الله من عندي سبحانه. قد ينصرهم بالكفار والفجار، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذا أراد الله أن ينصر هذا الدين قد يؤيد له مؤازرا صالحا قويا يؤازره، وأحيانا يقيد له فاجرا ينصره. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الحديث الصحيح له قصة، وقصته معروفة، في رجل في بعض المواقف والغزوات جعل يقاتل ببسالة وشجاعة ويتقدم، أعجب الصحابة به فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يفعل هذا البطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى، قال كلمة عجيبة عليه الصلاة والسلام، قال إنه في النار. اندهش فتتبعوا فإذا هو ووجدوه ميتا، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو في النار. يقول الراوي الصحابي حتى تاب بعض الناس، كيف يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتين إنه في النار في أول الوقعة وبعد أن قتل؟ كانوا يحسبون إنه قتل وهو يجاهد، ولما تتبعوا فإذا هو جرح ولم يصبر واتكى على سيفه فقتل نفسه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الواقع، قال الله أكبر، أشهد بأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأذن يا بلال في الناس لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن هذا في النار. دليل أنه كفر أو كان كافرا، يعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كافر. ثم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لأنه قاتل وقتل كثيرا من المشركين. وهذا لولا خشية الإطالة في سرد القصص، أشياء موجودة الآن وملموسة في عالمنا هذا، كيف ينصر الله هذا الدين بالكافر وبالكفار وهم لا يعلمون؟ أشياء مشاهدة نشاهدها ونعلمها تصديقا لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.